ساسولو يوافق على انتقال سكاماكا إلى ويستها. أعلن جوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي للنادي ساسولو الإيطالي لكرة القدم الموافقة على انتقال المهاجم الإيطالي جيان لوكا ساكاماكا إلى ويستهام الإنجليزي. وكان رحيل سكاماكا صاحب 23 عاما عن ساسولو خلال سوق الانتقالات متوقعا بشكل كبير، وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد معه. وقال كارنيفالي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلو سبورت 36 مليون يورو إضافة إلى 6 ملايين يورو مكافآت و10% على أي عملية إعادة بيع لساكاماكا صفقة جيدة، أليس كذلك؟ ذلك لأن ويستهام نادي يبيع أيضا. وأضاف سكاماكا وحاضر ومستقبل الكرة الإيطالية، فهو مهاجم متكامل تطور كثيرا في العام الماضي ولا يزال لديه العديد من الإمكانيات الكاملة. وقدم سكاماكا عروضا رائعة في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا خلال 36 مباراة في الدوري الإيطالي. وفي خبر آخر، ديفيز بعد الاستمرار مع توتنهام أقضي وقتا رائعا. كشف بن ديفيز مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه يقضي وقتا مثيرا للغاية مع توتنهام، وذلك بعد تمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2025. ولم يتردد اللاعب الويلزي الدولي الذي انضم لتوتنهام قادما من سوانزي سيتي قبل 8 أعوام من تمديد تعاقده مع النادي لمدة عام آخر ليستمر حتى 2025. ولم يتردد اللاعب الويلزي الدولي الذي انضم لتوتنهام قادما من سوانزي سيتي قبل 8 أعوام في تمديد تعاقده مع النادي لمدة عام آخر ليستمر حتى 2025. وقال ديفيز في تصريحات لموقع نادي توتنهام بعد ما شهده الموسم الماضي وما فعله النادي هذا الصيف، لا أشعر بأن هناك وقت أكثر إثارة من هذا كي أتواجد خلاله في النادي، أستمتع باللعب هنا، وعندما جاءت الفرصة لتمديد التعاقد كنت في منتهى السعادة لفعل ذلك. وتابع: هذه تعد فترة كبيرة للغاية في كرة القدم، خاصة وأن مسيرة اللاعب تكون قصيرة للغاية، كما أن اللاعبين في كرة القدم ينتقلون كثيرا بين الفرق، لذلك يشرفني أن أبقى هنا. لقد جلبنا لاعبين نأمل في أن يكون لهم دور في تطورنا كفريق وتعزيز قدرتنا على التنافس والمنافسة خلال الموسم. وشارك ديفيز في 58 مباراة مع الفريق في المنافسات الأوروبية ليكون ضمن أكثر 5 لاعبين مشاركين مع توتنهام أوروبياً.